مشاهدينا، وللحديث باستفاضة عن الانتشار العسكري والميليشياوي الذي يشهده قضاء الطارمية شمالي بغداد، معنا عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما مبرر هذه الحملة العسكرية التي يتعرض لها أهالي قضاء الطارمية شمالي بغداد؟ ما الغاية منها في هذا التوقيت بالتحديد؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. أهلا بك أخي الكريم. عندما تكون هناك ملفات سواء داخل إيران أو داخل العراق ولتمرير شيء يراد منه في السياسة العراقية أو التوقيع على تعهدات أو تنازلات، تستغل هذه الأحداث لعمل ما ولتنفيذ الأجندة الإيرانية والطائفية في أرض العراق. ولذلك هم يقومون بهذا العمل باستهداف التركيبة السكانية حول بغداد وخاصة في قضاء الطارمية، وهذا يعتبر حلقة في مسلسل طويل. فالطارمية هي ليست القضاء الأول الذي يستهدف، ولن تكون القضاء الأخير، بل هو مسلسل يجري تنفيذه على مراحل تقوم به هذه الحكومات المتعاقبة من حكومات التمييز الطائفي التي تسعى لإغلاق مناطق بغداد بما يؤمن استمرار فسادها ومشروعها الطائفي وتنفيذها للأجندة الخارجية. طيب، هنا أيضا عودة هذه الحملات العسكرية في فترة حكومة السوداني، يعني ألا يبعث برسائل أن النهج الحكومي هو ذاته يتكرر في كل مرة مع كل الحكومات المتعاقبة، ويعني تتكرر أيضا الحملات التحريضية؟ أخي الكريم، هو لن تختلف حكومة السودان عن سابقاتها. بماذا اختلفت؟ يعني هو نفس الوجوه، نفس هذه الدكاكين من الأحزاب الفاسدة، هذا روعهم ماضين به عبر هذه الحكومات. لم يأتي السوداني من خارج إطار هذه العملية، ولن يأتي من خارج إطار الكتل. لذلك هو يعمل على تنفيذ الأجندة الذي سار عليها قبله بنفس الوتيرة وبنفس النسق، ومجرد هناك كلام في الإعلام سواء الضحك على الرأي العام الإقليمي أو الدولي ليس أكثر. أما السوداني فحاله حال بقية ما يسمون أنفسهم رؤساء وزراء المنطقة الأخرى، فهو ينفذ هذه الأجندة في عملية استهداف الطارمية وإقامة هذه الحملات العسكرية واعتقال الأبرياء. هذه الحملات العسكرية تتوقف إن كان بدأها الأمريكان منذ عام 2002 واستمرت عليها هذه الحكومة. نعم. التي بارك سواء أمريكا أو إيران أو الدول الإقليمية والعالمية. طيب دكتور، يعني اليوم لماذا التركيز على قضاء الطارمية بالتحديد؟ يعني الطارمية منذ سنوات تشهد سيطرات من الميليشيات وسيطرات من القوات الأمنية منتشرة على المداخل والمخارج وكذلك، يعني دائما ما تشهد تفتيش في البساتين ومداهمات متكررة. من أين تأتي أو من أين تدخل لها هذه الجماعات التي توصف بالإرهابية وبالتالي يريدون استنساخ تجربة جرف الصخر على الطارمية؟ نعم، هذا واضح أنهم يريد استنساخ جرف عوجة ومدن أديالة، وهذا قلنا أنه مسلسل طويل وممنهج، والطارمية يعتبروها كعقدة موجودة في حزام بغداد وتحتوي على أغلبية سنية كبيرة إزاحتهم من هذه المناطق واستثمار هذه الأراضي لإكمال مشروعهم الفاسد، فهم لن يشبعوا ابدا مما يسرقوه من ميزانيات العراق ومما ياتي الى العراق من منظمات ومن دول، ولكنهم مستمرين في عمليه الاستهداف لمنطقه الطارميه بحيث اجراء تغيير سكاني كامل فيها والسيطره على بساتينها
وأراضيها وسكن هؤلاء المواطنين دون الاكتراث بما سيحل بهؤلاء المواطنين من عملية تهجير ومن عملية انتقال من بساتينهم ودورهم وأراضيهم. لذلك هذا المسلسل ينفذ بشكل صارخ أمام أنظار المنظمات سواء الدولية لحقوق دكتور. نعم دكتور، لو سمحت لي في عجالة، يعني البعض يرى أن القوات الأمنية ضعيفة، البعض الآخر يراها متواطئة، فحتى يعني تهجم أو تهاجم أو تستهدف هذه القضاء ميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب. أخي الكريم، القوات الأمنية المتواجدة هي أغلبها قوات طائفية، ولو أنه يوجد بها بعض العناصر السنية وقد يعني تقوم واجبها في هذه المناطق، إلا أن عملية خلق المبررات في الطارمية يؤكد بأن الحكومة لا تريد ضبط أمن ولا تريد إبقاء هذه المنطقة على حالها، وإنما تستغل هذه الظروف أو هي من تخلق المبررات سواء عن طريق هذه الأجهزة الأمنية أو الميليشيات من أجل ترحيل سكان هذه المنطقة والسيطرة عليها. شكرا لكم الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا لكم.